أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تقدم وتميز على مختلف الصعد، والذي عززته الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بينهما في ظل ما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة من توطيد لتلك العلاقات، وتطلع تطلعهما المستمر نحو فتح آفاق جديدة تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة بينهما وتنميتها على مختلف المستويات. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها، حيث سلمت سموه رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على هذه الدعوة الكريمة وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والنجاح، منوها سموه بالدور الذي تقوم به جمهورية مصر بجانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود جمهورية مصر العربية في تعزيز العمل العربي المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة. خلال اللقاء أثنى سموه على جهود السفيرة المصرية في تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. واستعرض سموه مع سعادة السفيرة المصرية مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أعربت سعادة السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية المصرية، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.